اشتهرت في الفتره الاخيره بقالك سنتين يمكن ولا اكتر, سنتين سنه ونص, بملك السيلفي. السيلفي الغريب اللطيف الظريف ده. هو الاول الفكره جات لك منين ولا جت صدفه؟ يعني جت صدفه والله. صدفه انت كنت بتصور, اول صوره اتصورتها كانت ايه حكايتها؟ كانت صوره بنضاره شبه نضارات اللحام كده. ايوه عارف. هي بقت مو يعني هي موضه بس هي كانت جايه من بره, فما كانتش لسه انتشرت, اللي هي بتاعت الموتوسيكلات اللي هي زي نضاره اللحام. ماشي. وحاجه كده كبيره جدا بتاع فانا لابس النضاره اشوف شكلها عليا حلو, فرحت اعمل كده ورحت نتصور. وبعدين ما خدش بالي فرحت رافع الصوت من غير ما اقصد فعلا. بس فقابل بقى السف جداً. بقى اللي هو مفيش بقى بتتبسط انت بالسف, الكومنتات اللي فيها سف دمه خفيف دي مش طبعا. لكن الناس اللي بتبقى بتقل ادبها في بعض الاوقات كده, لا وقلة الادب يعني ما لهاش علاقه بالسف يعني. السف ده حاجه لطيفه جدا, انا بسف على نفسي. فلقيت انه والله طب انتوا بتتريقوا عليا, طب انا هتصور كده على طول. فبقيت بتصور كده على طول. اي حد بيقابلك من الشخصيات العامه او غير العامه يبقى مبسوط جدا ان هو بياخد سيلفي فتحي عبد الوهاب. وبعدين ايه طلع هاشتاج اتصور كانك فتحي. بس هو برده ليه تكنيك بصراحه. خدت بالك انت؟ انا خدت بالي لما اتصورنا بره. أيوه. مش سهله لا اهو. احنا بنقول طب انا عايزك كده تعلم. بالمناسبه دي انا بعلن عن اول دوره لسيلفي. يلا بينا بقى دوره تدريبيه لتعلم سيلفي فتحي عبد الوهاب.